ما معنى قوله تعالى: ولن تبلغ الجبال طولا؟ هل هو الوصول إلى قمم الجبال أو مساواتها في الطول؟ يقول الله تعالى في سورة الإسراء: ولن تبلغ الجبال طولا. فما معنى هذه الآية تحديدا؟ لأننا نرى أن الإنسان قد بلغ فعلا إلى أعالي الجبال بما في ذلك قمة إيفرست. الجواب: قال الله عز وجل: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. قال القرطبي رحمه الله: ولن تبلغ الجبال طولا، أي لن تساوي الجبال بطولك ولا تطاولك. وقال الشوكاني: ولن تبلغ قدرتك إلى أن تطاول الجبال حتى يكون عظم جثتك حاملا لك على الكبر والاحتيال، فلا قوة لك حتى تخرق الأرض بالمشي عليها، ولا عظم في بدنك حتى تطاول الجبال، فما الحامل لك على ما أنت فيه؟ قال الشنقيطي رحمه الله: أنت أيها المتكبر المختال، ضعيف حقير عاجز محصور بين جمادين، عاجز عن التأثير فيهما، فالأرض التي تحتك لا تقدر أن تؤثر فيها فتخرقها بشدة وطئك عليها، والجبال الشامخة فوقك لا يبلغ طولك طولها، فأعرف قدرك ولا تتكبر ولا تمشي في الأرض مرحا.